متابعي قناتي، ماذا يحدث؟ السلام عليكم. تداول عدد من مشجعي الكرة المصرية صورة معدلة لطفلة تمسح دموع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة الأخيرة أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا. وأصيب صلاح في مباراة بجزع في مفصل الكتف في كرة مشتركة مع الكابتن سيرجيو راموس، وقدر على إثرها محمد صلاح الملعب. أما الحقيقة هذه الصورة التي تم تداولها عن مواقع التواصل الاجتماعي فهي صورة مفبركة باستخدام برنامج فوتوشوب، حيث انتشرت هذه الصورة عام 2014 من قبل طفلة يابانية تدعم ناشط سياسي الذي خسر في ذاك الحين. ومسحت الطفلة دموع الرجل في تصرف تلقائي محاولة تخفيف آلامه وفقا لموقع سورا نيوز. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك.